نسيم موسيقى من قناتكم كاندي ميد. النهارده هعرفكم ازاي اسلك العين بتاعت البوتاجاز بمكون بسيط جدا عندي من البيت. انا عندي العين هنا دي كويسه الى حد ما وفيها اللون الازرق الجميل، انما دي واطيه ازاي، هي كده على اعلى حاجه يعني كده اعلى وكده واطيه خالص. فطبعا انا هسلكها، هسلكها ازاي؟ طبعا هقفلها، هفضيها، هشيل العين ذات نفسها وهشيل الطربوش وكله كله كله. وهعمل ايه يا بنات؟ انا هجيب نقطة خل او نص ليمونة، يا نقطة خل يا نص ليمونة. هي الطريقة دي مجربة جدا وطول عمري بعملها اصلا. انا هطفي العين دي بقى عشان لما اجي اشتغل ما تأثرش بيها. وهاجي عند الفونيا بتاعت البوتاجاز، في فونيا كده، في خرم كده جوه العين بتاعت البوتاجاز، هو ده اللي هحط فيه الليمون. تمام، احس ان في فوران جوه العين، حطي بس الليمون وما تخافيش خالص، هتلاقي الدنيا تمام. هسيبها بس دقيقتين، هبدا افتح لها الغاز. سامعه صوت الدنيا استلكت اهي، فهي سامعين؟ هوريكم بقى ايه الفرق. انا مش هقطع الفيديو اصلا، الفيديو شغال اهو قدامكم عشان ما فيش حد يقول ان انا ايه رحت مثلا عملت بحاجه تانية او عملت مثلا العين بحاجه تانية. انا والله العين اهي زي ما هي، انا جايبه قماشه كده قديمه لان الفوطه هتبوظ لان البتاع سخنه جدا. عشان بس الفوطة تتبهدل طبعا اهو. هجربها بقى واوريكم النار علت ازاي، يعني يمكن ربما تكون هتبقى اعلى من العين اللي هي دي اللي جنبها. بصوا النار بقت عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا انا كنت مورياهالكم وما قطعتش الفيديو اصلا، هي كده رجعت بقى زي ما كانت. الليمون هيخلي العيون بتاعتك الفونيا زي الفل. طب انا يا سمسيو ما عنديش ليمون، حطي خل اي حاجه، يا خل يا ليمون، بس انا بفضل الليمون بيبقى احسن. بكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو وافادكم اعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.